معانا كارت برانش ممكن نستخدمه. تمام. اوكي. تمام. للفريق الخسران. اوكي. هطلب منك انت تحديدا يا ريمون طلب. لو وافقت عليه تمام هناخد كل الستبس بتاعته. مش هينفع ترجع فيها. تمام. ده هيخلي النتيجة فيه تعادل ويبقى فيه مسابقة بعديها. طب هي برضو عن برضو هتوصلنا لل 150,000 جنيه. هو طلب بسيط جدا. طب تمام. انا ما اعرفش انت ممكن توافق عليه ولا لا. ينفع اسمعه الاول وبعد كده اوافق او ارفض ولا لازم اوافق الاول؟ اكيد لازم توافق الاول. هقوله لك. احنا كل اللي محتاجينه موبايلك. حد من التكنيكال عندنا هيدخل على الصور عندك. هنشوف مراتك عارفة صحابك اللي معاك في الصور. ممكن صورة ليك انت وهي كده كده ممكن ندخل. لسه شايفة الصور دلوقتي حالا. طب very good. يعني انت عندك مشكلة ان موبايلك يتعمل؟ ممكن نفتح voices messages whatever. لا يعني لا. عندك حاجة الصور. عندك حاجة تخاف منها على موبايلك؟ لا لا بس هي شادس شايفة الصور اصلا. يعني هي ممكن تجاوب. اوكي. لا مش الصور بس. يبقى ما تقلقش. ولسه شايفه الواتس. لا هو ملاك. ده ملاك. ما يا جماعه ما مش خايف. انت لسه شايفه الصور. طيب يا جماعه حد يجي ياخد لنا موبايل الملاك بعد اذنكم. موبايل صحيح. لا هو يعني انت لسه فاشل حالا دلوقتي لسه ساقط. لا على فكره انا ما مصدقش الجهاز. انا ما قلتش حاجه غلط ولا جديد. ده يعني انا حاسه ان هي على فكره ده جهاز حساس جدا جدا. لا بس ما حصلش الكلام. مش حاسس اكتر منه يعني. انا ما خنتش ولا حاجه. هو برده التليفون مع بعض العاشر. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وبعد ما بقى خلاص معانا موبايل ريمون واحنا اللي فايزين هنشوف على السكرين ايه هيطلع لنا. يلا بينا. اول صوره يا جماعه. تمام. ده كان فين الصوره دي؟ في الجاردينيا. اوكي. دي امتى؟ شهرين تلاتة. اوكي. شكلكم حلو قوي. قوي. تمام. الصورة اللي بعديها. دي اختك؟ لا دي انا بس في سيتي ستور. اه سيتي ستور. مش سيستر. امتى؟ سمعتها إيه؟ سيستر. لا سيستر. اوكي. لا سيتي ستور. كنت هنا هنا ساعتها كان عندي حالة وفاة. اوكي. وهو خرج. فرحانة كده انت فرحانة. طبعا. مش لويتي الناس بتضحكي. صح برافو. وهو حابب. ده حبسي مش لازم تضايقي نفسك. يعني ممكن في يوم تقتلك وبعد كده تضحك لوحدها. مش مشكلة فضيحة. هو لقاكي متضايقة فحب ان هو يخرجك. اه هنا كانت حصلت حالة الوفاة بقى لها فترة. فكانت فعلا النفسية بتاعتنا مدمرة جدا. كان حد قريب مني قوي. فهو حب ان هو يخرجك من الموت. تمام حلو. الصورة اللي بعديها. ده ايه ده؟ دي اختك؟ لا دي ما اعرفهاش. ده ايه ده؟ ده اللي هو ازاي يعني؟ لا ده كان عندها حالة وفاة وكان هو بيعديها بال لا 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 الصورة دي متركبة. كان عندها حالة وفاة برضه؟ لا الصورة دي متركبة. والله مش متركبة. متركبة ايه بس يا عم؟ سلسلتك اهي. ثواني انت بس ثواني. احنا جايبينها ده موبايلك. لا لا الصورة دي مش عندها موبايل. انت لسه شايفة موبايل. انت هتخسرها ولا ايه؟ الصور دي لسه حاصلة حالا. الصور دي ما كانتش على الموبايل. ايوه كده. لسه حاصله حالا امتى؟ ده موبايله. ما انا عارفه ان دي موبايل. لا لا مش حاصله. لا لا مش حاصله حالا على فكره. الصوره دي متركبه. الصوره دي حاصله. لا 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 هقول لك على حاجه. الصوره دي في البيت في هنا في المكان هنا. احنا بنطلع الصور الهيدن. حبيبتي دي مش على التليفون. انا الصور كلها انا لسه فاتحاها مش على التليفون. يا بابا الصوره دي متركبه. هو مش في حاجه اسمها هيدن فولدرز ولا كان ناريه ما بيعملوش كده؟ حبيبتي الفولدرز بتاعه ايه انا لسه فاتحاهم كلهم. طب هو اللبس ده جايبه منين يعني؟ الصوره دي. وبعدين جوزي ما بيحبش الحاجات الساتين دي. طب يا جماعه الرقم اللي بعت الصوره. ايوه معلش انا عايزه اشوف الرقم. الرقم اللي بعت الصوره ممكن نكلمه؟ حط الكناري يا رب. متعصبه قوي. وانت مبسوطه قوي مش عارفه على ايه. دي حاجه على فكره مبسوطه بجد. انت واحده متضايقه لها بطريقه غريبه. هعمل لك عصير ليمون يا جماعه. بقى مولع عصير ليمون كده. لا شكرا. لو عوزتها بقول لهم. لو في صور يعني لو حد يركب صور من دي تاني بلاش يعرضوها بجد. هو الحقيقه انا اللي اتعصبت لانه انا احنا بنهزر. فانا مش حابه ابدا الموقف ده. بمعنى
يعني احنا داخلين مسابقه وضحك وكده. طب وانا بضحك تشوفي اني اتعصبت؟ مش حابه الموقف. مش حابه اني موقف. الموقف الصوره مش حابه. جميله والله شكلك بتحفه.